قال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي إن القوات الأمنية باشرت في اليوم الثاني من عمليات إرادة النصر بأربعة محاور، وهي صلاح الدين وكركوك وديالى وسامراء، لافتا إلى أنه سيتم إنهاء العملية في الوقت المحدد لها وتحقيق جميع الأهداف المرسومة. اللواء الخفاجي ذكر أن القوات الأمنية تمكنت في اليوم الأول من عملية إرادة النصر في محور صلاح الدين من تدمير 11 مضافة وثلاثة أنفاق والاستيلاء على 23 عبوة ناسفة، مبينا أن القوات الأمنية في قاطع عمليات كركوك تمكنت من تدمير 4 أنفاق وإلقاء القبض على إرهابيين 2 وتفتيش 45 قرية والاستيلاء على دراجة وتدمير مضافتين.